النجمة التركية والممثلة هاندا أكشيل تستمتع بوقتها في اليونان. وللمتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. شاركت النجمة التركية هاندا أكشيل متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق استمتاعها بوقتها في جزيرة سانتوريني في اليونان. وقد خطفت هاندا أنظار الجمهور بجمالها وإطلالتها، حيث بدت مرتدية ملابس السباحة باللونين الأزرق والأبيض. وقد شاركت الصحافة التركية مؤخرا صورة رومانسية للنجمة هاندا أكشيل برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، حيث ظهر كلاهما وهما يحتضنان بعضهما البعض. هذا وقد دخلت هاندا في علاقة عاطفية مع هاكان، وهو رجل أعمال تركي وعضو في الشركة القابضة لوكالة ناسا. ويكبر أكشيل بعامين، حيث يبلغ من العمر 31 عاما وتبلغ هي 29 عاما. تخرج سابانجي من مدارس تركيا ثم درس الاقتصاد في جامعات الولايات المتحدة، علما أن هاكان سابانجي هو أحد الشخصيات الشهيرة في تركيا، وهو تركي الجنسية ومسلم الديانة رجل أعمال ذو منصب رفيع. وقد ظهر مؤخرا في فيديو مصور بشكل خفي برفقة حبيبته الجديدة والفنانة هاندا أكشيل، حيث كانا عائدين من رحلة سفر في طريقهم في المطار بعد عطلة قضاها الثنائي في دولة باريس من أجل الاستجمام والنقاهة. وقد أكد الثنائي حول وجود علاقة جديدة تربطهم سويا. أما عن هاندا أكشيل فهي ممثلة وفنانة تركية الجنسية مسلمة الديانة، ولدت في مدينة بندرما بتاريخ 24 من شهر نوفمبر 1993، وهي حاصلة على بكالوريوس من جامعة معمار الفنون الجميلة، وقدمت الكثير من الأعمال الدرامية ولها الكثير من أدوار البطولة، بالإضافة إلى حصولها على لقب ملكة الجمال عام 2012، وكان الدور الذي تسبب في شهرتها ودورها في مسلسل بنات الشمس، حيث قامت بتمثيل شخصية سيلين. لقد صرحت الجميلة والممثلة التركية هاندا أول مرة منذ علاقتها الغرامية السابقة، حيث اعترفت بوجود علاقة حب تربطها مع الشاب الوسيم ورجل الأعمال التركي هاكان سابانجي بعد انفصالها عن الفنان التركي كارم بوسين. That's your life! That's your life!